نهاركم سعيد مع خالد السعيد من أمام معبد أنكور في كمبوديا. رافقني في هذه الرحلة صديقي العزيز الدكتور عبد الله بستكي. معبد أنكور يعتبر أكبر معبد تاريخي شيد الإنسان في تاريخه. مساحة هذا المعبد 820 ألف متر مربع، ومدخل المعبد نشوف هذا الثعبان بسبع رؤوس وأسدين يحمون المدخل، ونداش تشوف هذه القضوض في الصخور، هذه كانوا يدخلون فيها الأخشاب وتجرها الفيلة من المحجر إلى موقع البناء. معبد أنكور في بداية بنائه كان معبد هندوسي، انبنى سنة 1113 ميلادية، يعني صار له 930 سنة، وكان مكرس لعبادة الإله فيشنو. الإله فيشنو عنده ثمان إيدين تحمي وتدير الكون باتجاهات الثمانية، شمال شمال شرق شرق غرب غرب وهكذا. ونشوف زهرة اللوتس المقدسة عند الهندوس. المعبد هذا كان مختفي عن الأنظار لمدة 500 سنة، أشجار الغابة غطته لحد ما اكتشفه عالم نباتات فرنسي سنة 1860. في وسط المعبد توجد خمسة أبراج تمثل الاتجاهات الأربعة للعالم والوسط أو مركز العالم، والأبراج هذه على شكل اللوتس. كل درايش المعبد فيها سبع أعمدة تمثل الأيام السبعة للأسبوع. فيما مضى كانت هذه الممرات والأروقة مزينة بتماثيل وجداريات، وكلها يعني أشوة تم إنقاذها أكثرها وراحت للمتحف، ولكن لازلنا نشوف الإبداع والإتقان الهندسي. شبابيك المتحف وقت الغروب تعطي ظل شكل أبراج المعبد، هذا يسمونه حجر وسط العالم. يحطون البوصلة هني والبوصلة تعطي صفر، يعني اتجاهات العالم الأربعة متساوية في هذه النقطة. أي نقطة تحط التلفون هذا بالأرض الاتجاهات الأربعة تكون متساوية، يعني صايدين الحركة، بس معلش شيء حلو. المعبد مبني من الحجر الرملي، الصخور اللي بنوا فيها المعبد يابوها من جبل اسمه كيمان. الجبل هذا يبعد 60 كيلومتر عن موقع البناء، ولا زال يتعرض لكثير من الأذى بسبب عوامل التجوية والتعرية. وموقع هذا المعبد وسط غابات وموسم أمطار طويل. أجمل وأصعب مرحلة في زيارة هذا المعبد الصعود إلى السطح، وهي الأبراج الملكية. بعد 250 سنة من بناء المعبد صار السطح مخصص لعبادة بوذا أو الديانة أو أتباع الديانة البوذية. سطح المعبد فيه أربع أحواض، أحواض مثل هذه، أربع أحواض تمثل عناصر جسم الإنسان: الماء والتراب والنار والهواء. ونشوف تمثال لبوذا موجود في هذا المكان. الشيء الحلو أن أعمال الإصلاح والترميم مستمرة على مدار السنة، لأن هذا الموقع يعتبر إرث بشري لكل الإنسانية. ولا زال في أجزاء من المعبد أتباع الديانة البوذية يصلون فيها. أتباع الديانة البوذية ما عندهم مشكلة مع آلهة الهندوس، لأنهم بعد نفس الشيء يقدسونها. طول السنة المعبد يتعرض للأذى والتآكل، هني هذه الفطريات على المعبد، وهذه أكبر عدو للمعبد النباتات، لأن هذه النباتات تكبر تصير شيرة وعروقها تفتت الحجر. وهني للأسف نشوف آثار للحرب الأهلية وحرب الخمير الحمر. شاكر لكم متابعتكم، أخوكم خالد السعيد، والتمسون على خير.